قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا الكرام، جيناكم في فيديو وخبر جديد. معاكم خوكم شرف الدين كالعادة. في هذا الفيديو يا خاوتي راح تسمعوا ما يقوله محلل عسكري حول غضب أمريكي كبير بعد مناورات الجزائر الروسية. باش تفهموا يا خاوتي أن تلك المناورات زعزعت عديد القوى العالمية، بلا ما ننساو المخازنة والدولة الخرنسية الفاشلة. قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك ومرمدوا العياشة في التعليقات، ما تخليوا لهم والو. نخليكم مع الفيديو. أمريكا غاضبة بعد المناورات الروسية الجزائرية، هذا ما تؤكده وسائل الإعلام الروسية حتى الناطقة منها بالفرنسية مثل عافية برو الذي لديها بوابة باللغة الفرنسية يمكن مراجعة الترجمة عن الروسية مباشرة، ونقلت اليوم وبالحرف، وهذه الفقرة بالروسية يمكن ترجمتها حرفيا كالتالي: إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن عدم ارتياحها إزاء الأسطول الروسي الذي يراقب تقريبا كل شرق المتوسط، فإنه بعد المناورات المشتركة الروسية الجزائرية فإن الولايات المتحدة الأمريكية غضبت أو دخلت في غضب بالحرف. لذلك فإن اليوم وبوضوح شديد غضبت أمريكا، غضب أمريكا بعد المناورات الروسية الجزائرية، وصل الحال إلى عدم الارتياح إلى حالة الغضب. لكن السؤال، هل هذه المناورات بهذا الحجم الذي لم يغطيه الإعلام؟ نحن حاولنا من جهتنا أن نؤكد أنها مناورات استراتيجية وصلت إلى المرحلة الاستراتيجية مما جعل الأمريكيين يغضبون، هذه نقطة أولى. لكن ليس هذا هو السر. إعلان روسيا إنشاء أسطول للبحر الأبيض المتوسط في غضون سنتين على أقل تقدير، وفيما تم 2023، وعلى رأس هذا الأسطول الجزائر. هذا هو الذي أزعج بشكل كبير للغاية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أولا هي ترغب عبر أفريكان في قاعدة بحرية في تونس، وهناك الأسد الأفريقي، وهنا قاعدة. فبالنسبة لهذه المعادلة أصبحت اليوم أسطولا روسيا بين طرطوس وما بين ميناء الجزائر، دون ذكر وهران، نتيجة رغبة إيطالية وإسبانية في عدم تصعيد الوضع إلى أقصى حد. إذن أول ما يمكن اعتباره أساسيا أنه بين سنتين إلى 3 سنوات سيكون هناك أسطول روسي. نحن نعلم على أن هناك أسطول قزوين مثلا، أسطول بحر الشمال، هناك الهادي، هناك أيضا الأسود بقاعدتي سيفاستوبول ونوفورسيسك. بالنسبة أيضا للبلطيق هناك قاعدتان بحريتان، بالستيك وأيضا كرونشتات، وبحر الشمال فيها سيفرمورسك، وهناك غريميكا أو غريميخا على حد التعبيرات، وهناك أيضا بوليارني، وفي الهادي هناك فلاديفوستوك، وهناك سوفيستيكايا. أما بالنسبة أيضا هناك غافان تشينس، هناك فوكيتو، هناك دوناي إلى آخره. في الهادي هناك ارتفاع كبير جدا في هذا الوضع. إذن أول ما يرغب فيه الآن على وجه التحديد الروس هو إعلان البحر الأبيض المتوسط فيه أسطول إلى جانب الأسود وقزوين وغيره، هذا من الأساطيل. في البحر الأبيض المتوسط ندرك أن هناك طرطوس، لكن لا بد من قاعدة ثانية لإعلان الأسطول. وعندما سيعلن الأسطول سيكون نفس ما لدى أولا جميع الأساطيل، يعني البحر الأسود، أسطول البحر الأسود، أسطول قزوين، هذه الأساطيل أيضا. عندما سيعلن الروس
أسطول البحر الأبيض المتوسط بقاعدتين على الأقل وفي بلدين على الأقل، فإن هذا يعطي للجزائر السمة التي يمكن حسم فيها الخيارات الاستراتيجية باتجاه إعلان أن تكون جزءا من الأسطول، أسطول البحر الأبيض المتوسط. هناك الآن هناك تقديرات تسير بهذا الاتجاه، وكلما صعد الغرب وكلما صعدت بريطانيا في جبل طارق سنجد أن مثل هذا الخيار أمرا واقعا. ولذلك فإن أهم ما ترغب فيه الآن روسيا على وجه التحديد هناك أولا فيه غواصات، هذه مهمة جدا، في غواصات نووية في جميع الأساطيل وهذا واضح جدا. فأين سيكون؟ هل ستتحول سوريا إلى نووية أم ستتحول الجزائر إلى على الأقل استقبال ما هو نووي؟ كان لا يرغب الروس في ذلك، كانوا يرغبون في بورت سودان ووقعوا بهذا الخصوص، وتستقبل هذه القاعدة في السودان في رحلة عمر البشير كانت قد وقعت الخرطوم على استقبال ما سمي بالغواصات النووية حرفيا. لذلك عندما نراجع هذا ما نشرناه بالحرف حول هذا الاتفاق مع السودان، تراجع الفيديوهات في القناة، سنجد على أن أهم صيغة أساسية لمثل هذا التواجد أن لدينا أساسا الرغبة الأكيدة في الوصول إلى، يقول الروس، يقول الكريملين، والكريملين يتحدث باسم السياسة وباسم مؤسسات وليس فقط بوتين. إذن الاستراتيجية اليوم الذهاب بعيدا أنه في حدود حوالي 1000 يوم سيكون هناك إعلان عن أسطول البحر الأبيض المتوسط. إذن هذه أولى ما يمكن اليوم اعتباره أساسيا للغاية، أن جميع التقديرات تذهب إلى إعلان هذا الأسطول وأن تكون هناك غواصات نووية لهذا الأسطول تماما كالباقي، وأن يكون هناك استقبال للغواصات النووية. ومجرد أن يكون هناك استقبال الجزائر للغواصات النووية الروسية فهذا يغضب أمريكا، ولن يكون الأمر بالنسبة على الأقل الأمريكيين سلسا بل أمرا شائكا للغاية. والدليل هو أن مواصفات الأسطول تدفع إلى فقدان الولايات المتحدة الأمريكية وبعد مباشرة شرق المتوسط. ستفقد أمريكا السيطرة والهيمنة على غرب المتوسط، وستكون الجزائر بالنسبة على الأقل الأمريكيين سمة غاضبة. أمريكيون أولا حاولوا جهد الإمكان أن يجروا الجزائر إلى عمل في الساحل، فكانت الاتصالات الأخيرة كلها حول الساحل. الفرنسيون لا يرغبون، وأيضا بالنسبة لتقطير التوجهات الجزائرية في القارة لم يستطع لها الأمريكيون سبيلا، لا في إعادة هيكلتها ولا أيضا في سيرورتها، إذ لم يتفق الجميع على ما هي المصالح المشتركة الأمريكية الجزائرية بدون حوار استراتيجي يرغب فيه رمضان عمامرة، وقالها بالحرف، قال في تغريدة بأنه يرغب في هذا الحوار. لكن اليوم في تصعيد أمريكي أدى إلى تصعيد مضاد، وبالتالي فإن الجزائر تدافع عن مصالحها، وهذا الذي يظهر بشكل عال جدا خصوصا بالنسبة لإعادة تقدير كل ما يجري. إذن إعلان أسطول البحر الأبيض المتوسط قد يكون بمثابة الخطوة الأجرأ في تاريخ رؤساء الجزائر إن سعى تبون إلى توقيع على مثل هذا الأسطول واستقبال غواصات نووية في الجزائر في ميناء الجزائر. هنا يطرح السؤال، هل عدم استقبالها في وهران لديه ما يثير؟ لأن من أجل إسبانيا وبأجل عدم تدهور الوضع في هذه المنطقة على وجه التحديد، فإن عموما ولأجل إسبانيا فإن الوضع دفع الجزائريين إلى الالتزام بميناء الجزائر. وهنا
سيكون الوضع صعبا جدا، إذ لا عاصمة. مثلا في سوريا سنجد طرطوس، سنجد حميميم، سنجد مثل هذه القواعد. فهل سيكون الوضع فقط تحت السيطرة بالنسبة للاستقبال فقط دون إعلان أن هناك قاعدة روسية في الجزائر؟ هذا هو الاحتمال الوارد على الأقل حسب تقرير للCIA يتأكد من خلاله أن الجزائر لن تسمح إلا بتواجد واستقبال، وهذا ممكن، وقد أعلنته منذ 2021 إن لم تستقبل إسبانيا سفنا روسية فاستقبلتها الجزائر. وثانيا أن هناك مناورات، مما يجعل أن الأمر يتعلق بالمناورات وبالاستقبالات، وهذه لا تشكل الوصول إلى تصعيد إضافي ضد أمريكا. ويدرك جيدا الأمريكيون أن التصعيد الذي حدث من طرف فرنسا انعكس بطريقة لم يرغب فيها لودريون ولا أيضا الرئيس الفرنسي، هذا الذي جعل الأمور أكثر تعقيدا عوض أن يحل، زاد الأمر تعقيدا. لذلك التصعيد ضد الجزائر غير مرغوب فيه أمريكيا، وسعى بتكتيك الجزائري أن يرفع بشكل أكبر مع الفرنسي من أجل أن لا يكون للأمريكي أي رد فعل. وهذه طريقة أولا في مخاطبة أول شريك لأمريكا في المنطقة إيطاليا، ولذلك فأول عراب متوسطي وفي غرب المتوسط لأمريكا اسمها إيطاليا، وإيطاليا لديها علاقات استراتيجية بين قوسين على الأقل مع الجزائر العاصمة. المسألة الثانية أن لا تصعيد أمام الانعكاسات التي حدثت في العلاقات الفرنسية الجزائرية، لذلك الأمريكيون لا يودون اتخاذ أي خطوة، لأن أي خطوة ستدفع مباشرة إلى تمسك قيس سعيد أكثر بالجار الجزائري، وهذا غير مرغوب فيه فرنسيا ولا أمريكيا. ثاني مسألة أن الإجراء الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في الأسد الأفريقي بخصوص تدمير بمناورات الاس 400 الجزائرية عبر الاف 16 انطلاقا من إيطاليا، فهذا يعتبر على الأقل استعداء مباشر للجزائر لم يكن فيه رد فعل. لكن واقع الحال أن أي تصعيد يكون ضد إسرائيل مثلا كما حدث في معدن فانتو، وأيضا في إجراءات في الساحل وفي غيرها. إذا كل هذه العملية الجارية اليوم لديها هدف مركزي، عدم التصعيد مع الجزائر كي لا تتصارع الخطى الروسية الجزائرية إلى أبعد من البحر الأبيض المتوسط. هذا الذي يعطي أهمية بليغة لما يجري الآن، خصوصا وأن التقديرات الحالية تذهب أبعد في تصور ما يجري، لأن مجرد تسليم قاعدة لروسيا في الجزائر سيكون حسما استراتيجيا لصالح روسيا في غرب المتوسط. لذلك فروسيا في غرب المتوسط اليوم أمامها إيطاليا، أمامها إسبانيا، أمامها فرنسا والجزائر، وهذا هو التكتيك الجديد الذي يمكن معه استخدامات قوة استراتيجية. هذا شيء وارد، ولذلك فإن التقدير اليوم بإعلان أسطول البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من الجزائر وسوريا هذا الذي يغضب فعلا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يضرب أولا وقبل كل شيء التواجد الأمريكي عبر أفريكوم في هذه المنطقة. فالذي كان يريد التوسع هناك من يريد أن يسلم قاعدة لتوسع المضاد. ثاني مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية وعندما لم تعطي ولم توفي بوعودها تجاه الجزائر ورمضان عمامرة على وجه التحديد وانطلاقا من أفريكوم، فإن من الطبيعي أن يتحدث الجميع عن بديل. المسألة الثالثة أن هذا الوضع إلى حدود اللحظة هو وضع للاستقرار وليس للانفجار، لأن مثل هذه القاعدة ستعطي على الأقل للبحر الأبيض المتوسط التوازن المطلوب، لأن الشرق المتوسط لليوم
تحت رقابة ومراقبة شديدة من روسيا، وبغواصات وبأشياء تزيد على 7 غواصات إلى حدود الله. معنى ذلك أن الوضع العام سيزيد من الانزلاق، وإن زاد فإن كل التطورات ستكون صعبة على الأقل ومعقدة. إن إجراء جديد باسم هذا الاقتراح والمتجسد أساسا في هذه الرؤية، الرؤية الجديدة التي يمكن من خلالها أن يكون الأسطول البحر الأبيض المتوسط سمة خاصة كما هو الحال عليه تماما في الباسيفيكي. لما الباسيفيكي؟ لأننا عندما ننظر إلى قزوين وننظر إلى البقية الباقية من الأساطيل الروسية المعلنة، سنجد على أن لا البحر الأسود متواجد، الروس متواجدون في البحر الأسود، ولا الباسيفيك أيضا، هناك أيضا جزر. أيضا بالنسبة لكل المناطق، ما دام سيعلن هناك أسطول فهناك منطقة شبه دائمة أو على الأقل مقتلات بشكل مفتوح. هذه القضية موجودة أيضا بعد عدم رغبة أوكرانيا في تسليم روسيا عقدا طويل المدى للتواجد في سيفاستوبول، فكان بالضروري أن تحتل روسيا القرن وتسيطر على القاعدة نفسها وانتهى الموضوع. أما بالنسبة لما يجري فلا تأثير على الجزائر، لأن الكل سيجري في سوريا، وبالنسبة على الأقل الجزائر فستدعم سوريا أيضا في هذه العلاقة الشديدة الأهمية، والتي أصبح لديها تأطير استراتيجي محسوم. يعني أن الجزائر حسمت في تأطيرها الاستراتيجي بشكل غير مسبوق، في وقت سابق دائما تتقدم على صعيد الأسلحة ولا تتقدم على صعيد الأدابتيشن أو هذا التكييف الاستراتيجي للتواجد في محور ما. صحيح على أن الوضع اليوم يختلف، وأن فرنسا التي رغبت ولعبت شمالا وجنوبا في تقديرات جعلت الجزائر تسلم أجواءها في إحدى الفترات لمرور الطائرات وبدون إنذار أو إخبار، لذلك فالعملية كلها اليوم تختلف بشكل جذري. ولذلك فإن الحضور الروسي مدعم وأسطول البحر الأبيض المتوسط بشراكة مع الجزائر سيكون مكلفا بشكل كبير جدا، ليس لفرنسا وحدها وإنما أيضا لبريطانيا، وسيحسم أوراقا عديدة أولها مع الأمريكيين، وهذا الذي يجعل كل من إيطاليا وكل من إسبانيا تتوددان أكثر للجزائر كي لا تخطو هذه الخطوة النهائية، لأن بهذه الخطوة تتحول الجزائر إلى قوة مباشرة عسكرية وحاسمة، لأن مجرد أن تكون الجزائر هي العراب بالنسبة للأسطول البحر الأبيض المتوسط، فبالنسبة لروسيا سيكون الوضع مع الجزائر مختلفا للغاية. ثاني مسألة، أن على هذه المشاركة أو على الأقل استقبال، نحن لا نقول قاعدة روسية في الجزائر لأن هذا لا يقبله الجزائريون، ولكن قضية الاستقبال وقضية المناورات شبه دائمة، وأيضا ما يسمى بالإطار العملياتي المفتوح، فكل هذا مقبول لذلك وهو موجود. لذلك فإعلان الأسطول لن يكون إلا إعلانا رسميا لإدخال الغواصات النووية لحسم الصراع في المنطقة، خصوصا وأن دخول الغواصات النووية الروسية واستقبالها في ميناء الجزائر العاصمة هو الأثر الشديد الذي يغضب أمريكا، وهذا هو السر وراء هذا الغضب. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.